تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته الكريمة يوم أمس مهرجان البحرين أولا في نسخته 12 للعام 2019، والذي نظمته وزارة التربية والتعليم باستاد البحرين الوطني، والذي خصص هذا العام للاحتفال بمرور 100 عام على بدء التعليم النظامي الحكومي في مملكة البحرين. ولدى وصول موكب جلالة الملك المفدى كان في الاستقبال سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، والذي قدم لجلالته وزراء التربية والتعليم بالدول العربية الشقيقة والمديرين العامين لعدد من المنظمات التربوية الإقليمية والدولية، إضافة إلى ممثل لجامعة الدول العربية، والذين يحضرون هذا المهرجان الوطني بدعوة كريمة من جلالته أيده الله للمشاركة في احتفالات المملكة بمئوية التعليم. عاش الملك، عاش الملك، عاش عاش بوسلمان. بكثير من الشوق يرحب أبناء وبنات طالبات مملكة البحرين بقدوم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وتشريفه الكبير لهذا الحفل. بأعلى الصوت يرددون طلبة وطالبات مملكة البحرين: عاش الملك، عاش الملك. هذه الكلمات التي لطالما رددها طلبة وطالبات مملكة البحرين عبر أعوام فاقت العشر، وهم يصرخون ويهتفون بأعلى صوت: عاش الملك، عاش الملك، عاش عاش بوسلمان. احنا جيل بوسلمان. عاش الملك، عاش الملك، عاش عاش بوسلمان. احنا جيل بوسلمان. عاش الملك، عاش الملك، عاش عاش بوسلمان. عاش الملك، عاش الملك، عاش عاش بوسلمان. احنا جيل بوسلمان. عاش الملك، عاش الملك، عاش عاش بوسلمان. احنا جيل بوسلمان. عاش الملك، عاش الملك، عاش عاش بوسلمان. عاش الملك، عاش الملك. Thank you.
هذا وقد قوبل جلالته بالترحيب والهتاف من قبل الطلبة المشاركين في المهرجان والذين تجاوزت أعدادهم 30,000 طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة. حفلنا هذا آيات عطيرة من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ عبد الرحمن المهيدل من مدرسة الإمام الغزالي الإعدادية للبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. صدق الله العظيم. كلمة سعادة وزير التربية والتعليم بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمزيد من التقدير والاعتزاز يسعدني أن أقف بين يدي جلالتكم في هذه اللحظة الرائعة لأعرب لكم عن أسمى معاني الشكر والامتنان، أصالة عن نفسي والنيابة عن جميع منتسبي الوزارة، لتفضلكم حفظكم الله برعاية السنوية لهذا المهرجان البحرين أولاً، والذي يقام احتفاءً بمئوية التعليم النظامي الحكومي، حيث إن تشريف جلالتكم الكريم لهذا الاحتفال يعد تقديراً للدور الكبير الذي تطلع به المسيرة التعليمية المباركة. وسوف يبقى هذا الاحتفال هذا العام في ذاكرة الأجيال لجمعه بين البعد الوطني والتاريخي من ناحية والبعد العربي من ناحية ثانية، بحضور الأشقاء من وزارات التربية والتعليم في الوطن العربي والذين جاءت دعوتهم بناء على توجيهاتكم الكريمة، ويتزامن مؤتمرهم الوزاري غدا في مملكة البحرين مع الاحتفال بمئوية التعليم، تأكيدا لما يجمع بين دولنا من أواصر الأخوة والمحبة والتضامن. سيدي حضرة صاحب الجلالة، هؤلاء وأبناؤكم تجمعوا اليوم لتحيتكم
رافعين راية المجد ومشاعل العلم، يعبرون عن عظيم ولائهم واعتزازهم بوطنهم، مستلهمين من توجيهاتكم الملكية الرؤى لما تتضمنه دائماً من تأصيل لفكر داعم للدور الشباب في النهوض بالوطن وتربية النش على الثوابت الوطنية والتعامل مع مستجدات العصر. سيدي حضرة صاحب الجلالة، لقد عملت الوزارة على تنفيذ توجيهاتكم والمتعلقة بالتعليم العالي أيضاً، حيث تم افتتاح كلية عبد الله بن خالد للدراسات الإسلامية، والتي سيكون لها دور في إعداد الخريجين مؤهلين أكاديمياً ومهنياً، كما تم البدء في إجراءات تأسيس الجامعة التي تفضلتم بإصدار الأمر الملكي السامي بإنشائها، وهي جامعة عيسى الكبير الهداية الخليفية، والتي ترتبط باسم قائد بارز في تاريخنا العريق، هو صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة طيب الله ثراه، والذي بدأ في عهده التعليم النظامي، كما أن هذه الجامعة ترتبط أيضاً باسم مدرسة الهداية الخليفية، وهي المدرسة التي نحتفل بمرور 100 عام على إنشائها. ومن المؤمل أن تكون الجامعة نموذجاً تعليمياً متميزاً يشكل إضافة غير مسبوقة في التعليم العالي في مملكة البحرين. أما على الصعيد النوعي فقد قمنا بتعميم مشروع المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان لتشمل جميع المراحل الدراسية، وواصلنا تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تجاوز عددها 4000 نشاط. سيدي صاحب الجلالة يحفظكم الله ويرعاكم، لقد حققت مملكة البحرين نتائج متميزة في عدد من التقارير الدولية المرتبطة بالمجالين التربوي والتنمية المستدامة، وهي نتائج تشرف كل بحريني، تأكيداً لإنجازات عهدكم الزاهر في مجال التعليم. ومن هذه التقارير تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية لعام 2019، والذي أظهر أن مملكة البحرين احتلت المركز الأول عربياً والثالث على مستوى الدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يخص المؤشرات المتعلقة بالتعليم وغيرها من التقارير الدولية التي تؤكد ما وصل إليه مؤشر التعليم في البحرين من مكانة متقدمة. سيدي صاحب الجلالة يحفظكم الله ويرعاكم، اسمحوا لي بهذا اليوم المبارك بأن أتقدم بالشكر والتقدير لكل من أسهم في إعداد ومتابعة هذا المهرجان ودعمه والمشاركة فيه، مجدداً بخالص الشكر ومعاني التقدير والامتنان لجلالتكم هذه الرعاية، مرددين بصوت واحد: عاش الملك، عاش الملك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم على كلمته القيمة. دائماً احنا نردد ونهتف ونقول عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. نتشرف الآن بالاستماع إلى الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الأساتذة الأفاضل، أولياء الأمور الكرام، أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات الأعزاء، السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. نرحب بداية بضيوفنا الكرام من وزراء ومسؤولين بحقل التربية والتعليم في وطننا العربي، الذين نسعد بحضورهم بداية احتفالات موسم أفراحنا الوطنية هذا العام بمناسبة الذكرى المئوية لانطلاق التعليم النظامي، متمنين لمؤتمرهم الذي تستضيفه البحرين بالتزامن مع هذه المناسبة الوطنية الهامة كل توفيق ونجاح، والوصول إلى قرارات نوعية تسهم في تسليح أجيالنا بعتاد المستقبل استعداداً لتحولاته المتسارعة نحو الاقتصاد المعرفي والرقمي، وبما يحقق النماء والرخاء المستحق لشعوبنا العربية. وبكل محبة وفخر أحيي أبنائي وبناتي في هذا التجمع الطلابي السنوي الذي نحرص على مشاركتهم أفراحا بما يقدمونه من لوحات فنية تعبر عن تقديرهم وحبهم للوطن العزيز الذي يسمو بهم ويحمي مصالحهم على طريق مستقبلهم الواعد بإذن الله تعالى. ومن منطلق اعتزازنا الكبير بإسهامات كل من حمل رسالة التعليم السامية من رجالنا ونسائنا الكرام، فقد وجهنا بتوثيق شامل لمسيرة التعليم الوطنية تخليداً لذكراها المئوية، فهي ذكرى تاريخية عزيزة جعلت من بلادنا مركزاً للإشعاع الحضاري والتنوير المعرفي والبناء المدني، وصولاً لنموذجنا الوطني الحي بتراثه الإنساني العريق وبقدرته على العمل والإنتاج في كافة المجالات. وختاماً لا يفوتنا أن نبارك لكم النتائج المتميزة التي حققتها مملكة البحرين مؤخراً في عدد من المحافل والتقارير الدولية، ويعود فضل ذلك من بعد الله للجهود الحثيثة والمتواصلة لكوادرنا التعليمية واجتهاد طلبتنا وطالباتنا وحرصهم جميعاً على رفع راية بلادنا عالية. كما يسعدنا تقديراً منا لأبنائنا وبناتنا أن يكون يوم قد إجازة لهم، وكل عام وأنتم بخير. عاش الملك، عاش الملك، عاش عاش بوسلمان، احنا جيل بوسلمان. عاش الملك، عاش الملك، عاش عاش بوسلمان. ثم تشرف منتسبو الوزارة بتقديم هدية تذكارية إلى صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وهي عبارة عن لوحة فنية رسمت خطوطها ونسجت ألوانها الطالبة غدير إبراهيم علي، مستخدمة حواسها وقدرتها على التأمل، حيث تعتبر هذه الطالبة ثمرة طيبة من ثمار دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم النظامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا بالأب الحاني، أهلا براعي العلم، أهلا بباني نهضة بلادي، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،
حفظه الله ورعاه. جئناك يا سيدي من كل الحضارات ومن كل الأزمنة التي مرت فوق ثرى هذه الأرض الطهور، أرض الخلود، لنقول لمقامكم السامي بكل اللغات، بالشعر حينا وبالحب أحيانا، يا مولاي أنتم خير من حمل أمانة العلم وأديتم حقها على أكمل وجه. بحر بحر من البحرين تحتك قد جرى عشقا، وبحر بالحنين تفجرا، ملك القلوب ملك القلوب أقمت فيها نبضة، وهواك بين الضلوع تجذرا. جئناك من كل العصور فهاكها تلك الأمانة والربيع الأخضر. أمجادنا بيديك خير أمانة، والورد حتما في الجناين أزهارا. اسمح لي يا مولاي أن أتنقل عبر الأزمنة في رحلة أمر فيها على تاريخ أرض الخلود، منتشيا عبير التعليم في وطن البحرين الحديث. منذ أن أرسى أجدادك نهضة التعليم وصولا إلى إنجازاتك التي نفاخر العالم بها. قامت على هذه الجزيرة ملأت الدنيا حبا وسلاما. انقشوا دلمون، أرض مقدسة، دلمون أرض طهور. على دلمون لا ينعق الغراب ولا يفترس الأسد الحمل، لا يشتكي الرجل من الشيخوخة ولا المرأة تصبح عجوزا. دلمون أرض مباركة، هي البحرين أرض الحضارات، هي البحرين أرض الحضارات. ثم تم تقديم أوبريت البحرين أولاً بعنوان 100 عام من التعليم النظامي الحكومي، والذي تضمن 7 فقرات غنائية. وتخللت الأوبريت مشاهد تمثيلية طلابية تناولت أبرز المحطات المضيئة للمسيرة التعليمية خلال 100 عام.
أقبلت رايات مجد للخليفة
حباك درة أنت شمس في سماك الخير آية فعرفنا أن درب العالم
وفي ختام الحفل ودع عاهل البلاد المفدى بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب. وعلى صعيد متصل وبمناسبة الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالتوثيق الشامل لمسيرة التعليم الوطنية تخليدا لذكراها المئوية، فقد أعرب سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم عن خالص الشكر وفائق التقدير لجلالته الكريم على هذا التوجيه الملكي السامي الذي يسهم في تخليد الجهود المبذولة عبر 100 عام من التعليم النظامي الحكومي.